السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أحلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ وأهلا بكم من جديد وفيديو جديد. النهاردة يا حلوين هنعمل مع بعض الحلق الجميل ده، سهل جدا جدا وبسيط زي ما انتم شايفين. طبعا معمول من خرز الكريستال، طبعا معايا كريستالات تانية اهيت، هنفذ برضو بيه الحلق ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا في اشكال كتير طبعا على حسب الشكل اللي انت عايزاه هتنفذي الحلق الجميل ده. تمام، كل اللي هحتاجه، هحتاج طبعا الحلق ده، بتيجي راس الحلق دي بتيجي طبعا بايه، بالقطعه كده او بتيجي بالواحده على حسب المكان اللي بتجيبي منه. كل اللي هحتاجه بقى ايه، هحتاج دبل زي ما انتم شايفين، هي دبله واحده اللي هحتاجها فقط لا غير. طبعا وانا زي ما انتم شايفين طبعا ده تكاليف بسيطة جدا، وطبعا الحلق مش هياخد مننا وقت زي ما انتم شايفين. دي كريستالة بقى مفتوحة من الجنب زي ما انتم شايفين كده اهوت، هنعدي منها الحلقة ونعمل ايه الحلق بتاعنا. تمام، انا اول حاجة بقى هبدأ اعملها، انا هعمل حلق مثلا الفرق اللون ده كده، الكريستالات الكبيرة ديت. عايزة بقى ايه نجرب نعمل طبعا الحلق بتاعنا. تمام، انا هاخد اهيت الدبلة وافتحها بالنظام ده كده. تمام، الدبلة طبعا مقاس صغير اهيت. هعدي طبعا زي ما انتم شايفين، هنعدي هنعديها كده زي ما انتم شايفين اهوت اهوت. انا كده فتحت الحلقة وعديتها. تمام، هجيب بقى ايه الحلق بتاعي من مرة، في طبعا ايه في حلقة كده زي ما انتم شايفين هنعديها فيها، وبعدين هجيب البنزة واقفل زي ما انتم شايفين، واقفل كويس جدا علشان طبعا الحلقة ما يطلعش من وزي ما انتم شايفين طبعا حلق جميل جدا جدا. طبعا في موجود منه طبعا اشكال كده كاشكال كبيرة، سوري اشكال صغيرة واشكال كبيرة. طبعا ممكن برضو تمشي معاكي الاشكال ديت اهوت، ده طبعا سنبولة اهيت، ممكن برضو تعملي بيها حلق، هيكون منظره جميل جدا جدا وسهل جدا وما خدش معانا طبعا وقت خالص، 3 دقايق بالكتير وعملتي اجمل الحلق في الدنيا. تمام، بدل ما تروح نشتري بقى من محلات الكلام ده كله، بيكون اسعار طبعا غاليه والحاجات دي كلها، بس احنا عارفين طبعا ان كريستال طبعا غالي، ف ده بيجي. لو عجبكم بقى الفيديو حلوين، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه علشان اي فيديو بنزله جديد يوصل لكم على طول وتشوفوه. وباي باي.